البيئة في أسبوع. دكتورة ياسمين فؤاد تتوجه لمحافظة جنوب سيناء، وتعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عام 2021 عام مدينة دهب وجعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة، ويقومان بجولة بسوق المدينة للتوعية بخطورة الأكياس البلاستيكية وحادية الاستخدام. كما تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا مع ممثلي المجتمع المحلي والعاملين بالسياحة بمدينة دهب لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بالمدينة. واستكمالا لجولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء، وزيرة البيئة تطلق خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية من محمية رأس محمد بشرم الشيخ. وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تطلق الحملة القومية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال التطبيق الإلكتروني إيه-تدوير، وتشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء العمل لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد. وخلال إطلاق ورشة عمل تحديث المواصفات القياسية المصرية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، دكتورة ياسمين فؤاد تعلن الانتهاء من تحديث هذه المواصفات، وذلك في ظل التحول التنموي السريع غير المسبوق والذي تشهده مصر حاليا سواء في البنية الأساسية أو البنية التحتية. وزيرة البيئة تترأس الوفد المشارك في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من العديد من دول العالم لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. كما تعقد لقاءات ثنائية مع مبعوثي الإمارات والمملكة المتحدة لبحث التعاون المشترك للتصدي لآثار تغير المناخ. دكتورة ياسمين فؤاد تشارك في الحوار الاستراتيجي لتغير المناخ والذي يعقد ضمن ملتقى فريق الأمم المتحدة القطري، وتؤكد مصر حققت خطوات مهمة في إجراءات مواجهة تغير المناخ سياسيا واستراتيجيا. وفي مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، البيئة تنظم البرنامج التدريبي الثالث للشباب لإعداد الكوادر الوطنية تحت عنوان تعريف وتصنيف الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة، وذلك بمركز التميز البيئي بجبل الزيت. شكرا لكم، وإلى أن نلقاكم في نشرة بيئية جديدة.